فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسكن في بلد أسعار البيوت فيه مرتفعة جدا، وأنا أعمل في وظيفة وأجمع مالي لكي أشتري بيتا، هل علي زكاة في هذا المال؟ نعم، إذا اجتمع عندك نصاب فأكثر فتجب فيه الزكاة دون نظر إلى نيتك فيها، هل هو البيت أو الزواج أو التسديد دين أو ما أشبه ذلك. إذا حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة لتوافر شروط الوجوب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.